ارجع لك وارجع لك بالليل. السلام عليكم. السلام. ان شاء الله طيب. الحمد لله. الحمد لله. كيف حالك؟ بخير. السفارة وين؟ السفارة. السفارة السعودية. في زول كان ركبت بوكسي قام قال لي تمشي السفارة السعودية زي ذا وجيت عليكم. ساكن هنا انت؟ جنبك وفي ساكنة؟ في العمارات. انا ما ماشي خميس مشيت. ما عندها علاقة بالخميس مشيت اهم شيء انت بس المهم السفارة السعودية تمشي شارع الملك عبد العزيز. ايوه. وشارك الملك عبد العزيز ده وين؟ في العمارات. العمارات؟ العمارات وين؟ يا اخي اركب اي امجاد اركب لك اي تاكسي ولا ماشي؟ انا ما نركب امجاد. انا ما نركب امجاد نمشي بس نمشي انا مشاي. خلاص امشي العمارات شارع الملك عبد العزيز اي زول هناك حذر وقول للسفارة السعودية وين؟ ايوه نزعل نقول للسفارة السعودية. ايوه. الحمد لله كيف حالك؟ ان شاء الله طيب. الحمد لله. الله يبارك فيك. الحمد لله. السفارة السعودية شنو؟ السفارة السعودية يا حي. السفارة الجامعة هنا شنو؟ ما في زول هناك وصف لي قال لي الدنيا صباح عليك. الله ما تقدر تخش لنا الجوده بتاعتكم دي بتاع الله كريم يا اخو. اما ما انا ما شهاد. نعم انا ما شهاد. انا اسمي زي ده ادم عبد الله ادم. جيت عندي هدف مهدد هنا في الخرطيم. انا قاعد ازور عند عيون منطقه ده يا اخي. زور عند عيون منطقه خلينا معلومه على القصه دي كلها. طيب انت شو ناس انت قال لي تمشي شارع الملك تلقى سفاره في العماره تلقى زول هناك سفاره في العماره. انا 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 جيت زي ده في عندي ود عمي. ود عمي في ليش حد مش عليك الموضوع طوالي ما جاي في الموضوع. انا ابو ورده. انا زول زمني في جيبي في ورقتي طوالي بس جايشين بقطع بين اي فاتوره بمزيغه. ايوه انا ود عمي في خميس مشيت. قال لي تمشي هناك الخرطيم تشيل القروش ديل تجيني هنا. انا شغال راعي ولا شغال زي ده في فرع العبر ما انا عارفه. القروش هذا القروش اي انا ما دل على 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 الجواز حقي والقروش 2 مليون و700 قال لي تمشي السفاعة في 2 مليون و700؟ اي والجواز؟ اي يا ورد ما جاتك في محلك. والله انت برزق. انا والله والله ازاي؟ اي ان شاء الله ما شاء الله. انا ولدك ابو رغد. اي اي انا ابوي ملقب بابو رغد. ايوه ابو رغد. خليك ابوي وكل اليتيمه قال لي مشي في الخرطوم اهو انت عليك فاتحه قال لي تنفقع عليك بيا انت تلقى الزول ده تشك قدامك. طيب الجواز 2 مليون وكم؟ 2 مليون و700 جنيه زي ده جدا. انا ركبت بوكسي عشان انا اركب العبلات. انا ما اركب بوكسي ولا تتعب ولا تتعب يا ابوي. تخيل الغريب انا شغال في السفاره. انت شغال في السفاره؟ انا شغال في السفاره. لا اله الا الله. ما شاء الله ما ليش من السعوديه؟ اي ما يلا؟ اي العماره انا ما محظوظ. اي العماره انا برجع انا ارجع في محلك ده. انا والله ولادي في محلك ده. تاشر لي؟ خمس دقائق اشير لك ويجيب لك. انا بكره فجر فجر تسافر. انا مسافر تسافر فجر ان شاء الله. اي ان شاء الله. السفير جاي؟ السفير قاعد يسلم عليك. والله العظيم انا اشير لك يخليه يسلم عليك. اي ما شاء الله الحمد لله. ننتظرك؟ الله يمديك العافيه. ابو ورقه ما شاء الله. اصل ولد هند. الله يديك العافيه. ولد هند. السيدي تعشر لي انا نجي زي ده. ان شاء الله طيب. الله يخليك. الحمد لله. مرحبا. اخوكم ال ود. لا اخوكم لا اخونا. انا بعرف اي اخو. ها؟ انت ما لك تعايل لي زي ما لك انت يا اخو. انا ما عندي اخوان براي. انا وحيد ما عندي اخوان. انا يا اخي جننونا يا اخو. يعني الزور كان هنا ده شغال في السفاره. زور منو؟ شارب قروش مني. 2 مليون و700 وجواز. ود. انا ما شفت اي 2 مليون و700 ولا هذا ما لك تتصرف فيه. ما انت ما تنمه لي اهم انت. انا ده كان جيت في ركبت بوكسي. نعم. وصل عنده عيون منططات وعنده جلاحات. قال لي تمشي السفاره تلقى فيها عماره. والله عايز الله يديني الخير. العماره تلقى فيها سفاره هاي. شارع الملك. قام قال جيت هنا وقال السفير السعودي قاعد. وين؟ السفير انا ما ماشي خميس مشيت. انا ما ماشي خمس مشيات. يا اخي انت ماشي خمس مشيات فجاره فين شو خمس مشيات؟ انا ما ماشي جيت قال لي تلقى السفير قاعد واديت الورق بتاعي 2 مليون و700 واديت الجواز قال لي اشر لي اديتها للسفير. اشر منو؟ اخوي اخوك ده. اخو ما اخوي قال لك اخوي منو؟ الزول المعاد ده. انت ما ساكنين هنا؟ اشر منك الورق ده. دي ما سفاره. سفاره شنو؟ اي الزول ما سفاره. قال لك دي سفاره. وكلام عندك كيف؟
سفارة العمارة ده فيلم تمشي تحضر ما هنا تبي تلعب فيلم ولا فيلم يعني كروشين زود خشمة هنا في البكان ده انت زود شهر منه كروب وخشة جوا كان داري عشر ليك أي أيوة عين أي العمارة دي عندها خمسة أبواب أبواب خمسة أبواب الكل هنا أي هناك أربعة أها في واحد كده بوديك الثلاثة ثلاثة في واحد كده بوديك العجوز أه في واحد كده بوديك مبدأ أه في واحد كده مركز الشوارع أيوة يعتبر يعني شغلات ده أنا اضطريت أنا قروشين أنا هالسي قروش أقدر أقنع منها ويييي يا ربي يا دنيا يا عالمين أنا قروش خمسة أعوام نزرع زي ده ونشغال في الرعاية وزي ده برهايمي جبيتا قروشين إن شاء الله يا ابن العم الطريق أبي ودي لبعد أزوم وين